اهلا بيكم في حلقه جديده، معاكم بلال امين من مترولوجي. النهارده هنكلمكم عن فئه من فئه السبورتس هوندا 600 ار ار. الشكل ده من 2004. الانجن بتاعه فور ستروك 4 سلندر. التبريد بتاعه ليكويد كول، تبريد ميه، 117 هورس باور، 117 حصان، عزم الموتور 64 نيوتن. الفرد اللي قدام 120 على 70 جنط 17، الفرد اللي ورا 180 55 جنط 17، 18 لتر تانك البنزين، 162 ميل بالاور. ده التوب سبيد بتاعه 162 ميل في الساعة. وزن البايك 197 كيلو جرام. بايك ممتاز جدا ومن انجح الموتوسيكلات ال 600 في فئه السبورت من هوندا، واتباع منه نسخ كبيره باعداد مهوله جدا، ولغايه دلوقتي محبوب جدا 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 في كل انحاء العالم. وبكده تكون حلقتنا خلصت. يا ريت تعمل لنا سبسكرايب للشانل ولايك وشير لو عجبك الفيديو، وشير علشان غيرك يستفيد، وسيبوا لنا في الكومنتات تحت اي حاجه انتوا عايزين تعرفوها، اي استفسارات، عايزين موتوسيكلات جديدة يتعمل عليها ريفيو، وادينا رأيك في الحلقة.